ندمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية توزيع صناديق مواد غذائية وبطاطين على أكثر من 300 أسرة من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية، مع عمل توعية صحية بحملة شلل للأطفال بمشاركة عدد كبير من متطوعي التحالف. يأتي ذلك توجيها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وحدة الأثر السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تنفيذا لتوجيهات والرؤية المستدامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساعدة ورعاية والاهتمام بأهالينا من ذوي الفئات الأقل دخلا في محافظة إسماعيلية، النهاردة جمعية رسالة بتقوم بتوزيع 300 بطانية و300 كرتونة غذائية لأهالينا في محافظة إسماعيلية، وكمان بنقوم بالتوعية لحملة شلل للأطفال اللي طبقا لمبادرة وزارة الصحة فاللي هتبدأ إن شاء الله من يوم الحد الجاي في محافظة الإسماعيلية عشان ننهي على شلل الأطفال في الجمهورية كلها بأمر الله مش محافظة الإسماعيلية بس.